الترجي الرياضي التونسي. هائلة ياسر العملية من بسام الجريدي. لأن النتيجة تصبح هدف. بسام الجريدي في 20 دقيقة لعب يفتتح النتيجة لصالح المنتخب التونسي. مش اول مره معناها باش تقوم بدور نهائي. انا كانت تحضيرات جيده ومعناها متفائلين وعندك الثقه اللي باش نربحوا ان شاء الله. بسام الجريدي باهم بسام يتوغل بسام نبي المعلوم طويله في اتجاه بسام. بسام صغير وروح صغير. بسام يوزع في اتجاه فدو امام لا الترجي اصفر واحمر هو وبن لا الترجي اصفر واحمر هو وبن حبنا وشجعنا حبنا وشجعنا رفع يا فريق غالي واسمك عالي واحنا معاك وراك طوالي. يا فريق غالي واسمك عالي واحنا معاك وراك طوالي. حبيبي الكل يا ود على كل حبيبي الكل يا ود على كل حبنا وشجعنا حبنا وشجعنا. ويا فريق غالي واسمك عالي واحنا معاك وراك طوالي. يا فريق غالي واسمك عالي واحنا معاك وراك طوالي. حبيبي الكل يا ود على كل يا حبيبي الكل يا ود على كل حبنا وشجعنا حبنا الخميري يوزع الخميري في اتجاه بسام والهدف الثاني. الهدف الثاني صالح الترجي الرياضي التونسي. 27 دقيقة لعب في الشوط الأول. بسام بالراس زوز أهداف بالراس زوز أهداف يجيو أثر توزيعات من نفس المدافع الأيمن. كان على الحكم السنغالي السيد بدر السيني نبيل معلول في اتجاه هيثم عبيد. سمير الخميري كي من هيثم عبيد. طارق ذياب في اتجاه بسام والهدف الهدف الرابع في المقابلة. توزيعة ممتازة من طارق ذياب وبسام الجريدي في مستوى القائم الثاني يسجل الهدف الرابع. قفة رأسية بين الحارس والقائم الايسر. فريق الترجي التونسي عندما يلعب بمتع الجمهور بتمريرات هدفيه للفخريات للمنتخب الوطني اللاعب جميعا لا مش نعملوا على الاتاك بركه باش تمركي ولا نسكوا اللي يجي في الموقع المناسب هو مركي. وزيد في مرحلة الإياب جمعيات أنا حضرت خط الهجوم الترجي التونسي أكثر من الذهب. عادل الأفريقيين بن مبروك هجومي كانت تنقصها الدقة وخلات المباراة توفى بنتيجة هدف لصالح الترجي. بسام يتقدم واحدة ويسجل هدف وهو هدف التعادل. لأن النتيجة تصبح هدف.
ثم باش نشوفوا الاهداف الثاني صالح الترجي هذه بسام بسام يوزع بسام والهدف الثاني الرياضي قدم في مقابلة طيبة بسام وفي اتجاه فرح والهدف الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي علي بن ناجي خالد بن يحيى بن محمود بن يحيى طارق بن يحيى في اتجاه بسام بسام يدخل من 18 متر وجه لوجه مع الحارس يخرج كرة والهدف نكر علي بن ناجي بسام جريدي بسام بسام يحاول اختراق دفاع الجمعية عدي كرة أمام والهدف الأول الهدف الأول صلاح ترجي الرياضي التونسي الهدف الأول بأمضان خميري الخميري أو موجي السبب الرئيسي في الزوز أهداف هذه الأولى طارق من بسام جريدي والهدف الثالث شاهدوا بسام جريدي بسهولة يمر الكرة في أمام المرمى طارق بلمسة يغالط الحارس نادي أفريكا سبور من كوت ديفوار مقابلت الذهاب كانت دارت يوم 14 من هذا الشهر في أبيجان وانتهت بنتيجة هدف لصفر لفريق أفريكا سبور تشكيلة الفريقين بالنسبة لفريق أفريكا سبور Diomene, Dipi, Sacré, Barouan, Loué, Cablan Victoria, Sangaré, Koura, Fetéja, Bassam. Bassam, Yotre Mabinzo. Al-Hakam. Al-Hakam. بسام جريدي ونشوف لوي يراوغ بسام يوزع زيادة لمساني كما لم تتيت كما لم تتيت ترجع إلى هيثم عبيد ممتازة طارق دياب وفي اتجاه بسام بسام يحاول ينطلق ينطلق بسام لليسار معه طارق لكن طارق يقعد التالي وكيا هيثم عبيد ضربة الركنية نفذها طارق باتجاه مع الغرايري محاولة وتمشي الكرة على ضربة ركنية محاولة من جريدي هاي لا ياسر من جريدي اللي ضربها عليه لاعب الترجي الرياضي التونسي منذر بواب بنت جاحن كان جريدي ياخذ الكرة جريدي جريدي قبل ما تخرج يوزعها لا ترش وتذيع الكرة مرة أخرى ثاني من ناحية الترتيب الهدفين 38 هدف النجم الساحلي 33 و 32 هدف لل في التنفيذ لطفي الحسومي يا وانا عقل وانا جميلة التمريرة العرضية في اتجاه الحسومي والحسومي يخرج الهرقال الهرقال يحط كرة على راسه باهية من الهرقال يخرج القزري والقزري القانونية حسني زواوي يقذف حسني زواوي وهدف ثالث في اسم بسام جريدي بيتر رفاي ضيع كورته بسام جريدي ما قذفش براسه مباشرة هز به الكورة براسه